كلها متشابهة، بس تدريب. اللي عايز يتدرب يعني، اللي عايز يكتفي طبعا من الفيديو كده يكتفي، ما فيش افكار يعني جديدة، بس هو يعني تثبيت للمعلومات. بيقول اويل اوف ريديوس ار، مديني الار ستارتس اوف فروم ريست، ستارتس اوف فروم ريست يعني الاوميجا نوت بصفر، اند روتيتس وذ كونستانت انجولار اكسلريشن الفا، التيب 4 يبقى مديني الزمن، ويل ريتشز مديني الاف اللي احسب منها الاوميجا، نحسب منها الاوميجا على طول، هي الاف بتساوي ان اوفر 60 يعني 40 على 60 هرتز. طيب يبقى الاوميجا بكام؟ 2 باي اف يعني هتساوي 2 باي في 2 على 3 فيطلع 4.19 راد بير سكند. ايه المطلوب بقى بتاعه؟ اولاني بيقول وات ذا تانجنشال اكسلريشن الاي تانجنت، يعني عايزين الالفا اوف ا بوينت بي اون ذا ايدج اوف ذا ويل، عايزين الالفا عشان نضربها في الار، الاوميجا تساوي الاوميجا نوت زائد الالفا في تي. احنا عرفنا الاوميجا وقال فروم ريست وقال بعد 4 ثواني، فهقسم الرقم ده على 4 فطلع الجواب الفا 1.047 يعني 5، يلا 47 راد على سكند سكوير. جبنا الالفا، عايزين نحسب الاي تي تانجنشال الفا ار، يعني هتساوي الالفا بدي والار بكام قال لنا؟ 50 سنتيمتر، يعني هضرب ده في بوينت 5 يطلع ببوينت 5 2 4 ومتر على السكند سكوير. حلو كده، يبقى خلصنا من المطلوب الاولاني. المطلوب الثاني بيقول عايز وات ذا راديال اكسلريشن يعني اوميجا سكوير ار اوف ذا بوينت، والزمن مدولنا 3، يعني عايز احسب الاوميجا عند 3، مش الاوميجا بتساوي اوميجا نوت زائد الفا تي. ليه بقول كده؟ عشان احط الزمن ب3 واضرب هنا في الالفا، فاقول 3 في 1.047 طلع الجواب 3.14 راد بير سكند. ده مين؟ الاوميجا عند 3 ثواني. طب هو عايز الاي ار اللي هي اوميجا سكوير ار. طب الاوميجا قلنا 3.14 والار 0.5 فيطلع الجواب، تعالوا نحسبه، متر على السكند سكوير، هربع الرقم اللي قصادي اللي هو الاوميجا واضربه في 0.5 فطلع الجواب 4.93 متر على السكند سكوير. طيب يبقى كده خلصنا السؤال. كان مديني الفريكوينسي بالريف بير مينت، قسمتها على 60، اداني الهرتز بالهرتز، الفريكوينسي بالهرتز اللي هي الريف بير سكند، ضربتها في 2 باي ادتني الاوميجا، الاوميجا نوت بصفر ومديني زمن اجيب الالفا، اضربها في الار يديني الاي تي. هو طالب الاي ار عند زمن معين، يبقى اجيب له الاوميجا عند الزمن ده اربعها واضربها في الار يديني الاي ار.